السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم على القناة ديالي مها كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نبقاو في حلويات العيد. غادي نجيبو هاد الحلوى هذه اللي كتجي زوينه زوينه بزاف. كنتمنى منكم تجاوبوها وتعجبكم بالصحه والراحه. غادي نحتاجو في المقادير 250 غرام ديال الزبده. استعملت انا الزبده مارغرين. خديت كاس لاروب ديال السكر وقبصه ديال الملح، نصف كاس ديال السكر ديال الزيت عفوا، وشاصي ديال الفاني. غادي نخدمو مزيان هاد الزبده مع هاد المكونات، والزبده خاصها تكون في درجه حراره الغرفه باش تخدم معكم مزيان وما تجيكمش قاسحه. هاد الحلوه كتجي زوينه وكتخرج كميه لا باس بها. خرجت لي شي 56 حبه تقريبا ولا 60 حبه، وزوينه زوينه بزاف، وشي حاجه اللي بنينه وزوينه وسهله. ما هلا دغيا كتوجد، ما كتطلبش منكم بزاف ديال الوقت. صافي كما كتشوفوا كنخدموا مزيان الزبده، كنحكوها مزيان باش يذوب لينا داك السكر. ثم لو تشدوا السكر ثقيل ديروا السكر ثقيل اللي بغيتوا، سكر كلاسي. هنا غادي نبقى نضيف واحد جوج معالق كبار ديال دانون فاني، كيعطيو واحد النسمه زوينه. كما شفتوا هاد الحلوه ما فيهاش البيض، بلا بيض كتجي زوينه بزاف. وغادي نضيفو الدقيق. انا هنا خدت ليا 4 الكؤوس ونص ديال الدقيق، وانتم على حسب الدقيق ديالكم. كما كنقول لكم دائما، وواحد شاصي ديال الخميره الحلوه. صافي غادي نجمعو العجينه. نتوما عارفين العجينه كتكون فيها الزبده بحال صابلي، ما كتعجنش ما كتدلك ما والو. صافي غير كتجمعوها فقط وكتخدموا بها. انا غادي نجمع العجينه ديالي كما كتشوفوها، ما كندلكهاش فقط، انا كنجمع العجينه. هذا هو الشكل ديالها، كتخشيو فيها صباعكم، ما كتلصقش بزاف. هنا خديت اللوز. نتوما مبغيتوش تجيبو اللوز، ديرو اللي بغيتو، ديرو الكاوكاو، ديرو غير الكوك اللي بغيتو. خديت اللوز والكوك، انا درت هنا اللوز والكوك، كاس 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 تقريبا. هنا ذوبت الشوكولاط وتفكرت انني خاصني نضيف واحد نص كاس مع ماش ديال الحليب، يكون سخون 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 مزيان الشوكولاط ديالكم. ما تخافوش واخا يبان لكم تحبب ويبان لكم بحال باغي يخسر، لا ما تخافوش، غير بقاو تحركو مزيان باش ما يقصحش لينا هاد الحشو. الا درنا غير الشوكولاط فقط غادي تقساح، تجي الوسط تجي قاسحه. الا درتو الماء خلطتو الماء والشوكولاط، غادي الشوكولاط ديالكم غادي تخفف وغادي تبقى لكم الحشوه لداخل زوينه معلكه وما قاسحاش. صافي غادي نخلطو هذاك الكوك واللوز. كما قلت لكم تقدروا تجيبوا البيستاج، تجيبوا القرقاع، تجيبوا الكوك، تجيبوا غير الكاوكاو، تجيبوا بيمو مطحون اللي بغيتو. انا عطيتكم مجرد فكره وانتم ديروا اللي بغيتو اقتراح. صافي غادي ناخذ واحد الكره صغيره فيها الخميره، غادي تزيد تخمر لينا تعرف لينا الحجم ديالها عفوا في الفران. صافي غادي نكورهم على هذا الشكل. انا اللي غادي ننصحكم كوروا العجينه بوحدها عاد تكوروا الحشوه بوحدها باش ما داك الشوكولاط ما تبقاو تكوروا كوره وتهزوا الشوكولاط وتجيبوا فيها توسخوها وتوسخوا يديكم وتخلط لكم الخدمه. خدمتها تكون نقيه، العجينه بوحدها والشوكولا بوحدو. صافي تتكوروهم وتبداو تخدموا مره واحده. كما كتشوفوا معايا انا خديت واحد الكره طلقتها، غادي ناخذ واحد الكره ديال الشوكولا ديال الخليط ولا ديال الحشوه. غادي ناخذ الاطراف ونجمعوهم على هذيك الكره ديال الشوكولا. صافي وغادي نكوبهم مزيان وها هي واجده. ساهله ماهله، ما كتطلب ليناش الوقت وكتجي زوينه. نعاود معكم واحده، كتاخذوا الشوكولات ولا داك الحشو كتجيبوه وسط العجينه كدوروا مزيان، تتاكدوا انها مابقاش كتبان لينا دوك الاطراف ديال العجينه
وصافي هذه هي الطريقه. صافي من بعد كتدخلوها للفران حتى كطيب لكم. انا هنايا ضغطت عليها قعصتها شوي وجاتني فتحه. نتوما بغيتو تخليوها كركوبه تجيكم مبوقه شويه من الشكل ديالها مبوق، خليوها يكوروها وحطوها ما تضغطوش عليها. صافي هنا ذوبت الشوكولاتة، انا درت مزيج بين الشوكولاتة البيض والكحل، كيعجبني المذاق ديالهم كيجي زوين زوين بزاف، حتى وليداتي عزيز عليهم. النصيحه اللي غادي ننصحكم ما ديروش نفس الغلط اللي درت هنا، ديروا شبكه باش تحطوا تسقطوا الحلوه، ما ديروش نيشان في شي صينيه غادي يلصق لكم ملي تبغيو تهزوا، ما غادي تهرسوا لكم الحلوات. انا وقع لي هذا المشكل، دخلتها للفران واحد جوج دقائق وحيدتها، تحسيت بهم بيبداو يذوبوا باش جاوني ساهلين نحيدهم. نتوما ديروا بابي كويزين ولا ديروا شبكه ديال الفران ديال الشوايه باش تسقطوا تهزوهم ساهلين. انا النصيحه وقعت فواحد الغلط ما تكونش نتوما توقعوا فيه. صافي غادي نديروا الحلوه هكا في الشوكولات، نتوما بغيتو ديروا الشوكولاته بيض الشوكولات كحل اللي بغيتو ديروا ديرهم، انا كيعجبني المذاق ديالهم خلطتهم بجوج. صافي غادي نحطهم حتى ينشفوا ونزينهم، وكيبقى التزيين اختياري. انا غادي ندير لهم غا خطوط ديال الشوكولا، يشط لي الشوكولات من هذا وغادي نزينهم من الفوق، وانتم التزيين كيبقى اختياري. هذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تبخلوش عليا بلي لايك ولا كومونتير. خليتكم على خير، فيديو اخر ان شاء الله.